إذن حصلت على هذه الوثائق، نريد أن نعرف قصة هذه الوثائق وما تحتويها. إنجي هالوثائق وصلتنا عبر مصدر ثالث، على ما يبدو حسب ما فهمت من المصدر الرفيع الكتير والمسؤول يلي حكينا، إنه وكأن هشام الهاشمي كان يعلم بأنه رح يصير له شيء، وهو ترك هذه الوثائق مع هذا الشخص يلي هو المصدر الأساسي عشان بحال صار له شيء إنه يتم نشره. نعم. وطلب منا إنه ننشره لأنه الهاشمي اشتغل عليها كتير كتير وتعب عليها كتير كتير، وهي بتفصل بالتفصيل كل ما يتعلق بالحشد الشعبي بالعراق. يعني كيف لهذه الدرجة رولا كانت هذه الوثائق أو الدراسات تحمل يعني أمورا خطيرة؟ يعني أنت طلعتي على تفاصيلها؟ نعم إنجي، نحن كلنا نسمع بالإعلام إنه في سيطرة للحشد الشعبي، في سيطرة للميليشيات، ولكن أنت مش بس تقريها. يعني مثلا أول دراسة اللي اليوم رح نعرضها هي عن كيف ميليشيات الحشد الولائية التابعة لإيران هي موجودة بنفس نقاط اللي بسموها سيطرات يلي هي التشيك بوينتس ببغداد. عندما نعرض الخارطة إنجي رح حاول شاركها معكم هلأ، بيطلع إنجي إنه هيدي السيطرات شبه إنه تظهر أن إيران تحتل بغداد أو تحاصر بالأحرى بغداد، تحاصر بغداد. كل النقاط الحمر الموجودة على الخارطة إنجي هي نقاط السيطرات يلي فيها قوات أمن عراقية وأيضا الميليشيات الولائية، وهذه الميليشيات جنبا إلى جنب. رولا، القوات الأمنية جنبا إلى جنب مع هذه العناصر من الميليشيات. نعم، هذا اللي بيطلع معنا إنجي، وبيبين إنه وكأن هذه الميليشيات التي الموالية لإيران يلي هي كمان ذراع إيران بالعراق كأنها تحاصر العاصمة العراقية بغداد، لأنها موجودة على معظم الطرقات من وإلى بغداد وإلى كافة المناطق العراقية. إنجي رح أعطي بعض التفاصيل اللي طلعت معنا. أول شيء في نقطة السيافية، هي على الطريق الدولي الرابط ما بين بغداد ومحافظات الفرات، هي بالفعل تحت إشراف عمليات بغداد والجيش العراقي، لكن أيضا فيها كتائب حزب الله العراقي وسرايا الخرساني، وهن بيجبوا مصاري منها ما يقارب من 5 إلى 10 آلاف دولار من حركة البضائع والشاحنات. هم يعني مثل عاملين مركز بياخدوا منها مصاري كمان. كيف رولا؟ يعني هي نقاط أمنية، كيف يتم جني هذه الأموال عبر نقاط أمنية؟ بطريقة غير قانونية إنجي، ورح يطلع أنه في بعض السيطرات لا يسمحون لمرور أي سني مهما كان عمره إلا ما يدفع. لكفيلك عندك نقطة جسر ديالة تقع جنوب بغداد عند مدخلها من جهة المدائن، طبعا بتربط ما بين بغداد والمحافظات الجنوبية للعراق. مثل ما قلنا فيها عمليات بغداد الشرطة الاتحادية، ولكن أيضا فيها جند الإمام وسرايا الخرساني، وبيطلعوا منها مصاري عناصر هذه الميليشيات من سيطرة ديالة تقريبا 100 ألف دولار. عندك نقطة العبابجي كمان، هي شمال بغداد وجنوب صلاح الدين على الطريق الدولي، فيها إضافة لعمليات صلاح الدين وعمليات بغداد، في عصائب أهل الحق تمنع مرور المواطن السني مثل ما قلت لك أو شاحنة من العبور إلا بعد ما تدفع، وتقريبا تجبي عصائب أهل الحق من 30 ألف دولار يوميا. بعض المواطنين تحدثوا عن أنه نساء رجال أطفال ما في تفرقة بيناتهم، الكل يتم معاملتهم معاملة خشنة. في عندك إسكانية أعويرج، إن شاء الله أكون لفظتها صح، هيدي على الطريق ما بين بغداد وبابل، إضافة لإدارة قيادة عمليات بغداد والجيش العراقي بيشترك فيها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وبيجنوا تقريبا 100 ألف دولار من هيدي النقطة. عندك نقطة الغالبية
ايضا هذا على الطريق الرابط ما بين بغداد وديالى، وهي تقريبا نقطة سيطرة الرئيسية لمدخل بغداد الشرقي. كمان فيها عصائب أهل الحق وبتجبي ما يقارب 10 لـ20 ألف دولار من الضرائب غير القانونية اللي بتاخدها من البضائع والشاحنات. نقطة الكرمة سيطرة التحدي، كمان بغداد مع الأنبار، كمان كلهم فيهم قوى أمنية، بس ما بقى بدي طول. عنا مثلا تابعة الحشد الموجود هنيك التابع لمنظمة بدر بتجبي ما يقارب 10 آلاف دولار يوميا كمان من ضرائب على الشاحنات. نقطة خان بني سعد فيها لواء الخرساني وبتجبي بين 5 و7 آلاف دولار يوميا من المزارعين والبضائع. نقطة ذراع دجلة، هيدي هن 8 نقاط، لأنه ذراع دجلة على الطريق الرابط بين شمال غرب بغداد الفلوجة، وهي تحت سيطرة عمليات بغداد وجيش العراقي، بس إلى جانبهم في جيش موال التابع لسعد سوار، وبتجبي تقريبا ما يقارب 1000 دولار يوميا. إنجي نحن كنا نسمع عن العلاقة ما بين الحشد ومثلا يعني، وأنه هو صار تحت. ما هذا هو السؤال رولا، هل تحدثت هذه الدراسة يعني كل ما ذكرتيه الآن وما رأيناه على الخريطة من 8 نقاط تتواجد فيها عناصر من الميليشيات، عصائب أهل الحق أو حزب الله كما ذكرتي، إلى جانب القوات الأمنية، هل تطرقت الدراسة أيضا إلى مدى تورط بعض من عناصر هذه القوات الأمنية مع هذه الميليشيات؟ إنجي صراحة مش مفصلة هيك الدراسة، بس وضعتهم لك انت الدراسه اذا لازم انت كمان تقعدي مش بس تقريها، مثل ما قلنا بدك تحلليها على الخارطه. يعني انا لو كنت قراتها هيك ما كنت اكتشفت انه هي حصار للعاصمه. نحن هون بينطرح سؤال وانت عم تقري، هل انه القوات العراقيه ما لها سلطه على هيدي الميليشيات الموجوده معها؟ والغريب انها تحت مسمى الويه، عندك مثلا اللواء 43 مثلا بعتقد لكتائب حزب الله، عندك لواء ثاني للخراساني لهم ارقام الويه كأنها تحت الجيش العراقي، هل انه القوات العراقيه ما لها سلطه عليهم، ام انه عن جد في يعني كثير هن متغلغلين بقوات الامن وصعب الفصل بينهم؟ فهذا سؤال بتطرحيه بعد ما تقري الدراسه، وقد في صعوبه لفصلهم يعني بهالحاله، وليش ساكت القوات العراقيه عن كل هذه التجاوزات؟ هذه اسئله كثيره رولا سنطرحها على ضيوفنا. سأشكرك حتى اللحظة، ولكن سنعود إليك بالتأكيد لمناقشة تفاصيل أخرى في هذه الدراسة. شكرا لك حتى اللحظة.